بيتي وسريري غزة غزة. حياتنا كنت أعمل مدرسة بيتي وسريري غزة غزة. وبناتي اللي تنتين في غزة ما طلعوش، وأحفهم بنعصر عصر من الحزن عليهم وعلى الجوع اللي بيقابلوه في غزة وعلى المجاعة. يعني هو تقريبا مجاعة 5 أشهر ما دخل لهم أكل مواد غذائية. يعني أنا بكونوا بناتي يكلموني والأولاد بتصارخوا من الجوع.